لمة الأحباب مشاهدينا الكرام في حصتكم حلوة الأحباب. مرحبا بكم معنا مشاهدينا الكرام في حصتكم حلوة الأحباب. كالعادة احنا تاني مرحبا بنا عندكم. اليوم جيتكم تاني افيك ان بورسيت هي انا اللي سميتها لو فوندون مارغريت. نحن نحضروا الفوندون ديالنا. بسم الله عندنا 100 غرام، عندنا 150 غرام تاع الزبدة. نبدا بها هي الأولانية. نزيد ندلها 100 غرام تاع سكر كلاص. نديرها نص مغرفه تاع لافاني، ما كثرلهاش بزاف. عندي 100 غرام تاع لوز ملحي بقشورو. نزيد لها 100 غرام تاع جوز ملحي ثاني، ملحيتوش بزاف، رقيق متوسط باش كي ناكلوها نحسوا داك لوغو. نوجد لها زوج حبات بيض. كما راكم تشوفوا مشاهدينا الكرام تشين غيشات رابيد ايكونوميك. معليش دي طون زون طون نستعملوا 100 غرام تاع لوز ولا 100 غرام تاع جوز، ماشي راح تضرنا بزاف. نبدا نخلط لي زانغيديو. هادو هما الاولانيين. عندي 250 غرام تاع فارينا، ونزيد لها نص باكي تاع خميره كيميائيه. واش ندير دوكا؟ نبدا نضيف الفرينه غير بالعقل. عندنا 250 غرام تاع فرينه. كل خطره نقول لكم مشاهدينا الكرام الفرينه صيروها قبل ما ديروها باش تتهوى. ندير معاها نص باكي تاع خميره. واش ندير دوكا؟ انا عندي شوكولا نوار كنت ذوبتها في حمام مائي قبل ما نكمل الفارينة اللي قعدت لي. هنا عندي 150 غرام تاع شوكولا نوار. كنت ذوبتها في حمام مائي وخليتها تبرد. نكمل الفرينه اللي قعدت لي. نعاون لاباط بإن ستاتول على بالكم البيترا ما يقش لو فون. انا واش ندير دوكا؟ نروح نجبد المول اللي حنستعملو اليوم. حنستعمل هذا المول تاع السيليكون ستيل مارغريت. هاي لاباط تاعنا وجدت كيما راكم تشوفوا، شي باط شي ناشفه بزاف، تجي طريه. واش ندير؟ فرخه داخل
لو مول. نجيب إن ماغينس كبيرة تعاوني خير. وهاد الليمون ما يسحقوش تدهنوهم. خاطر سي دي بولون سيليكون كيما راكو تشوفوا. نحي كاع لا كونتيتي. نجيب مغرفة صغيرة تساعدني. باش لاباط هكذا ما تروحناش منا ولا منا. باش جينا ينبل طاخت مارغوريت. نسيي نمشيها. كما تشوفوا سهله هي تلصق شويه. سعفوها. واش ندير انايا؟ نجيب ام تي بول ندلو شويه ما نسيي نسقمها هكذايا يدي. عملية سهلة تخرج لنا ان بون فوندون. انا مشاهدينا الكرام انا لاطرتي قبل ما نطيبها نروح ندخلها الفريكو تريح حوالي 10 دقائق حتى 15 دقيقة. كي تريح لي 15 دقيقة نعاود نخرجها بيد ما الفرتي يكون سخن نديرها طيب. وانتم مشاهدينا الكرام ما تروحوش بعيد حنا فاصل قصير ونعاود نولو ونديكوريو لا ماغوريت تاعنا كيف كيف. مرحبا بكم معنا مرة أخرى مشاهدينا الكرام. هاي لا مارغوريت تاعنا هاي طابت. دوكا نروحو نديكوريو كيف كيف. نبدا بسم الله. عندي بيستاش عندي شوية سكر كلاص. نجيب مغرفة صغيرة. نبدا بالسكر هو الأولاني. أنا اليوم راح ديكوريها ديكوراسيون خفيفة. نتوما تقدروا مام ديكوريها افيك شوكولا بلون من الفوق. وكي تكونوا الديكور كي تكونوا ديموليو فيها خلوها حتى تبرد بيان ديموليوها. نجيب ان بانسو. انا عندي شويه معجون هنايا ولا ما عندكمش معجون تقدروا ما تستعملوا لا جولي. كيما راكم تشوفوا دوكا ندير لو بيستاش. اليوم انا فضلت نديكوريها بالبيستاش. انتم على حسب لوغو تاعكم مشاهدينا الكرام قلت لكم من الاول تقدروا مام ديكوريها بشوكولا نوار ولا بلون. كل ما ندير جهه قبل ما ينشف داك المعجون نروح ندير البيستاش باش يلصق لي. هاك تشوفوا كيفاش خرجت لنا شابه. كما قلت لكم قبيلات مشاهدينا الكرام خرجت على حساب قلوبكم شابين. ان شاء الله هاد لي غاطو اللي نمد لكم فيهم واللي ريسيت اللي نعطيكم فيهم ان شاء الله هاد لي ريسيت يعجبوكم وان شاء الله اكون دخلت قلوبكم.
نزيد بيستاشيو كده في الكوتي، ندير حبه بحبه باش تخرج لي بال مارغريت. نزيد شويه شويه حتى كيما كتشوفوا، ندير شويه معجون في الوسط، لا فينيسيون هي اللي تعطي نظره شابه للحلوه. كما يقولون الزمان العين تاكل قبل الفم. ندير شويه بيستاج كده من الفوق. انتم ولا ما حبيتوش تكسروا لسانكم مشاهدينا الكرام تقدروا ما تخلوها هكذا، ديروا لها غير برك شويه سكر كلاص من الفوق. هاي لاماركي تاعنا واجده. انا حندير لكم شويه ديكوري لاسيت ديالي كما كتشوفوا بالقلوبه تاع لي دراجي. ان شاء الله مشاهدينا الكرام ان شاء الله ربي يحلل القلوب. حنا هذاك واحد وش يتمنى. انا راح ندير لكم قلوبه من الفوق صفوره. يقول لك لو جون سي بوغ لا جالوزي، انا لا لا، قلوبه هادو صفوره عليكم انتوما. كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام حلوتنا راهي واجده لا مارغريت. ان شاء الله هذه لا مارغريت تكون نالت اعجابكم. فبقى لي غير نقول لكم تاكلوها بالصحه والهنا، ونتلاقاو في الحصه القادمه ان شاء الله. السلام عليكم.